ظهور ظاهرة الشفق الأحمر في الدول العربية. معنى الشفق: الشفق هو الضوء الذي يظهر في جهة الغرب بعد غروب الشمس بفعل تبعثر ضوء الشمس في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، ثم يغيب بعد فترة ويأتي بعده الغسق. ما حدث في مصر ومعظم البلاد العربية هو الشفق الأحمر، وهو يعرف ومعناه ما يعرف بالحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس، ويحدد غياب الشفق الأحمر عند المسلمين بعد صلاة العشاء. ولاحظ سكان القاهرة وبعض المدن الأخرى احمرارا عند الغروب، وهذا المشهد الفلكي والظاهرة البصرية الجوية تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي في الأفق بنحو 1 إلى 6 درجات بسحب عالية جدا وغير عادية، ولا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة نظرا لبعدها وارتفاعها عن سطح الكرة الأرضية يصل إلى 80 كيلو متر، وبالتالي تنعكس بهذا المشهد البديع على الأرض. وتعرف الظاهرة أيضا باسم تشتت الضوء، حيث تتغير جزيئات وحبيبات صغيرة بالغلاف الجوي تجاه أشعة الشمس وتتسبب في تشتتها، ما يؤثر في لون الضوء بالسماء اعتمادا على طول موجته وحجم الجزيئات في الغلاف الجوي وطول مدة الضوء اللي بيحددوا لونه وطاقته. فأمواج الضوء القصيرة الزرقاء والبنفسجية تتشتت أكتر من باقي الألوان، وأمواج الضوء الطويلة الحمراء تكون أقل تشتتا، وبالتالي تظهر السماء بلون قريب للإحمرار. وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التفسير العلمي للظاهرة التي حدثت عند الغروب والشروق بسبب زاوية سقوط أشعة الشمس في هذا التوقيت، ولا يوجد أي خطورة ولا تؤثر على حالة الطقس في السنوات القادمة. وظهر أيضا الشفق في السعودية، حيث تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد الشفق الأحمر وغيره من الألوان بشكل غير اعتيادي ولا مألوف لدى الناس، هو ما أثار ذعر بعضهم. وتساءل البعض حول ما هي تلك الظاهرة العجيبة، استضاعف ضوء الشفق مرات عدة، وهو ما أعطى للناس إحساسا بأن الشمس أشرقت قبل وقتها صباح اليوم وإنها لم تغرب في وقتها هذا المساء. وأكد أحد العلماء بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم أن هذه الظاهرة تحدث أحيانا عندما يكون في الأجواء مخلفات انفجار صاروخ باليستي أو بسبب غبار نيزك احترق أو انفجر في طبقات الجو العليا.